هلا، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. بون، البارح مقع حمزه في الدويره ما بيا ما عليا، انا سمعت سقاريت، قلت ياه كش من عرس وما قال ليش، كش من تخطبت وما عرضتنيش. قلت هيا سيدي نروح نمارس هوايتي المفضله وهي تقرعيج عند البيبان. اطلقت ودني اسمع الجيران اللي طالع طالع واللي هابط هابط. طليت من الباب لقاها مرافدين حبيبات الكاطو داين معاهم الباروك، ثم ثبتت. قلت والله قله وحده من الجيران وعرست واليوم طقطق عليهم، كيفاش انا ما يعرضونيش. سقسيت تحت الشارع قلت لي شكون اللي تخطبت؟ قلت لي والو يا اخي، خرجوا النتائج تاع السيزيام. ايا نتائج تاع السيزيام ولات تدو الباروك بالدراهم، ولا هذه ما كانتش كاينه في وقتنا؟ لا انا في وقتي كانوا يباركونا بطار صابون وبطاطا مشوار. لا علينا، ما نفكرش هذه المعاناه. المهم انا قلت اليوم والله قال نحكي لكم السيزيام كيفاش عقدت. طبعا السيزيام انا بالنسبه لي ما كانش ستريس، ما كانش مرحله انتقال من مرحله وصعود الى مرحله اخرى، انا كان بالنسبه لي فرصه عالميه باش نشري لبسه جديده. بس حنا بكري كانت عندنا العقليه تاع تشري لبسه من عام لعام، من العيد الصغير للعيد الصغير، هذيك في النص والمولد الدخول المدرسي كاش كاع. ديجا انا كنت نستنى خويا واش سقر عليه نلبسه انا. يا ويلي ويلي، وكي نتفكر كي كنت نخرج مع خويا بديت ملقص في داك التراب ويقبر في اللبسه، يا وجعني قلبي. بس على بالي سيرفيت مولي راه لابسها راح نورثها انا من بعد. المهم تهلاو فيا شاولي انصامبل الازرق، نص جينا نص فرفوري، مرسومه في فراشه. نورمال مو فراشة، عندها عقلية على موسى، شعر سيقينها طوال وعندها جناح واحد. لا علينا، رحت زهيت وعقبت وقسموا علينا الكابريز والقفريط، هذيك أحلى حاجة في السيزيام. ومن بعد جا الوقت تاع النتائج، بصح أنا دارنا ما كانش متحمسين للنتائج، هاك ويستناو بنتنا وتنجح. تالم كنت أنا آخر العنقود، شغل كانوا هاد المناسبات سياوهم قاع، جربوهم مع خاوتي عاشوهم قاع، أنا أعتبر إعادة فما عنديش حضور. أيا في قايلة من القايلة تاع ورقلة، طبعا رياضتي المفضله تلقات القيوان. القيوان ما كاش لي يعرفها من خلف قاشي ورقله. كنت نوض في هذيك القوايل نروح تحت النخل، كاش تميرات هكا طايحين تاع قيوان. القيوان هو واحد التمر اخضر و تاع جبنين، لقطهم شرع داك التريكو ونبدا نلم. وتعيط لي صاحبتي قالت لي خارجه النتائج، ورحت درقن درقن درقن. تحسبوا كيما نتوما سيت تقعد في شومبرا كليماتيزي وتستنى النتائج، يا تقعد في ديك القايله لقى واحد تستنى في النتيجه ويخرج لك البروف شاد لك هكا ورقه تاع مقوى وكاتبين فيها الاسامي باليدين. خرج اسمي ونجحت. رحت لما قلت لها جبت السيزيام، هذا واش خسرت عليا؟ صح الوالد الكريم ربي يحفظه شاري كادر، فهمتش علاش يشري كادر؟ انا في عنفوان الطفوله ليه تشري لي كادر؟ لا علينا، فاتت هذيك المرحله ونسيتها ما نسيتهاش. المهم الى راكم تشوفوا الفيديو هذا في الفيسبوك اضربوا طلع على الانستغرام، والا راكم تشوفوا فيه في الانستغرام اضربوا طلع على الفيسبوك، والا راكم تشوفوا فيهم في الانستغرام في الفيسبوك اضربوا طلع على الكونت، وابعثوا لي اذا دخلتكم لابورس البارك تاع السيزيام. سلام.